يسرني ويشرفني أن يكون معي عبر الهاتف الأستاذ نوف المروعي، رئيس اللجنة السعودية لليوغا ورئيس اتحاد آسيا ونائب رئيس اتحاد آسيا لليوغا من جدة. مساك الله بالخير أستاذ نوف أو كابتن نوف. أهلا فيك. أرجو أنه ما يكون قطعنا عليك جلسة يوغا أو شيء زي كذا. لا. حياك الله أستاذ نوف أو كابتن نوف. كابتن نوف، يعني أول شيء قبل ما ندخل في موضوعنا، قبل ما ندخل في تفاصيل اليوغا، وش سبب اختيارك لليوغا واهتمامك الكبير فيها والعميق وتأسيس مثل هذا الشيء في السعودية؟ هو السبب الحقيقة صحتي. كان أنا بدأت اليوغا وأنا عمري يمكن 18 سنة، لأنه وقتها كنت تشخصت بمرض روماتيزمي، تشخصت بمرض الذئبة الحمراء. وكنت وقتها أركب خيل وأسبح وعندي أنشطة كثير، لكن فجأة توقفت حياتي. قالوا ما تقدري تسوي كذا وما تقدري تسوي كذا، أنت عندك التهاب مفاصل، أنت ما تقدري تتعرضي للشمس. فكنت الحقيقة وقتها شفت كتاب كان الوالد جايبه من اليابان، طبعا الوالد بطل كاراتي وكذا ما شاء الله، كان أمين عام. فبدأت أمارس اليوغا، ناصرتني كثير، يعني كثير من الصعوبات اللي كنت أعانيها من تيبس المفاصل وآلام العضلات كلها بدأت تختفي، وبدأت تتحسن حيويتي، تحسن جودة حياتي. فهذا سبب عشقي لها، وهذا سبب يمكن أني أنا أمارسها يمكن اليوم 24 سنة تقريبا بلا انقطاع. يعني كابتن نوف، يعني حاجة نبيلة جدا أن الواحد يحاول ينقل تجربته المفيدة للناس. صراحة نشكر لك اهتمامك في هذا الموضوع. بس أنت ذكرتي أن بداية اهتمامك في هذا الشيء كانت صحتك. طب هذا خليني أسألك، هل هذا نقول أنه اليوغا أسلوب علاجي، يعني زي العلاج الطبيعي أو ممارسة علاجية، أو أنها رياضة؟ هي اليوغا يعني لها عدة فئات. حتى في الهند في بلد المنشأ في اليوغا للصحة، وهذه اللي يسموها يوغا فور هيلث اند ويلنس، ومعروفة الهاسا يوغا يمارسها، يعني واللي هي منتشرة عندنا كثير في المجتمع ولها فوائد مرة كثيرة، لأنه طبيعة الرياضة هذه فيها بطء، فيها توازن، فيها تمارين بوزن الجسم، فيها تمارين إطالة، فيها تمارين قوة خفيفة، فممكن تتراوح شدتها وحدتها بين البطيء والمتوسط أو البسيط والمتوسط والمتقدم، حتى أنها ممكن توصل لمستويات متقدمة جدا في أنماط مختلفة زي الفنياسة والأشتانكا وكذا. وفي اليوغا الرياضية الاحترافية واللي حتى موجودة في الهند كرياضة تنافسية ولها اتحادات، وزي ما شفت أنا نائب اتحاد آسيا في بطولات في كل دول العالم، يعني والحين الفترة هذه أصلا فترة بطولات، لكن للأسف لسه هي طبعا مو جزء من الأولمبياد. وفي اليوغا ثيرابي أو اليوغا التأهيلية، وهذه معروفة ومعترف بها من منظمة الصحة العالمية ولها وزارة خاصة في الهند، اللي هي اليوغا التأهيلية، إنه كيف إنسان ممكن يكون عنده مشكلة صحية بس يقدر يمارس اليوغا بضوابط معينة عشان يستفيد منها لمشكلته، لأنه طبيعة الرياضة هذه تأهيلية، ترويحية، استشفائية، بطيئة. فتعطي فوائد كثير، يعني حتى لو إحنا ما استهدفنا التأهيل باليوغا، لكن كنا نمارس اليوغا عموما، اليوغا للصحة، رح نشوف فوائد كثيرة على صحتنا، يعني حتى في عوارض كثير زي آلام الجسم، آلام العضلات، المرونة، مشاكل العمود الفقري، مشاكل التوتر والقلق، ومشاكل النوم. حتى قبل كابتن نوف، قبل ما ندخل في تفاصيل يعني فوائد اليوغا، أنا ودي أني أتحدث عن آليتها. يعني كل اللي نعرف عن اليوغا أنه هو الجلوس والواحد يغمض عيونه ويكون بجلسة معينة لفترة معينة. ذكرت قبل شوي أن تكون في منها السريع، في منها القوي، في منها البطيء. كيف هذه تكون وفق الآلية؟ يعني أنا لحد الآن ما أعرف آلية اليوغا كيف. هل الواحد بس يجلس الجلسة اللي على الأرض؟ هذا أحد التصورات الخاطئة عن اليوغا. هذه ممارسة واحدة فقط في اليوغا، في نهاية جلسة اليوغا أو بدايتها اسمها التأمل. لكن حدث في تاريخ اليوغا أنه في فترة من الفترات قبل القرن الرابع أو يعني أو الخامس قبل الميلاد، أنه انتشرت اليوغا التأملية أكثر.
واستمروا الناس يمارسوها بهذا الشكل بسبب الموجة اللي صارت وقتها، فانتشرت في كثير بلدان آسيوية، فالناس صارت تعتقد أنه اليوغا هي التأمل، لكن الحقيقة أكبر جزء من اليوغا هي الوضعيات الجسدية واسمها الأسانات أو الأسانة زي ما تسمى بالسنسكريت. والأسانات هذه وضعيات كثير، يعني حتى الآن لو تبغى تجي تشوف أكثر الوضعيات اللي تمارس حول العالم توصل لأربع آلاف وضعية. يعني المدرب لما يتخرج من دورة تأهيل المدربين مثلا المفروض يكون تعلم الأساسية 120 وضعية تقريبا بالتنوع حقها. ففي وضعيات وقوف، في وضعيات جلوس، في وضعيات استلقاء على الظهر واستلقاء على البطن، ووضعيات المقلوبة اللي تكون على الرأس أو على اليدين، وهذه شوية متقدمة. ممتاز. كابتن نوف، تكلمنا قبل فاصل عن وضعيات اليوغا، يعني احنا زي ما ذكرنا الفكرة السائدة عندنا اليوغا هو الجلسة والتأمل فقط، بما أن الوضعيات كثير. تفضل استكمل حديثك. أوكي، كان ما وقفنا. طبعا الوضعيات هذه ممكن نربطها في بعض، تسمى سلاسل التمارين أو ما يسمى الفينياسا باللغة السنسكريتية. فهذه السلاسل يمكن أن إحنا نطورها وتصير معقدة ومتقدمة، وممكن تكون بطيئة أو ممكن تكون بسيطة، يعني ممكن تكون شوية سريعة لكن من تمارين بسيطة. وهذا يعني فيها حركة هي كابتن نوف؟ كثير كثير فيها حركة، وحتى ممكن تستخدم كتمارين كارديو، ممكن تستخدم بعض الفينياسة فيها تستخدم كتمارين تسخين، فمتنوعة جدا. وفي الوضعيات اللي تمارس لحالها، وهذه اللي تركز على وزن الجسم أو على التوازن أو على تفعيل عضلات معينة، فممكن تكون متقدمة، ممكن تكون بسيطة، ممكن تكون متوسطة، ممكن تمارس حتى الوضعيات منفصلة وبعد كذا تمارس سلاسل التمارين، وهذا الأفضل حسب تقليد. كمجموعات وكأفراد ممكن كمان مارسها. كمجموعات وكأفراد وكجماهير، لكن تختار التمارين في حالة الجماهير اللي ما تحتاج مساندة أو تعديلات كثير، يعني ما تكون شديدة الصعوبة أو التعقيد، لأنه بعض وضعيات اليوغا تكون شديدة الصعوبة والتعقيد. يعني ممكن أنت تكون جالس ورجول تكون في وضعية معينة بس الجزء الأعلى من الجسم في التواء معين، وهذه طبعا مع التدريب تحتاج إشراف مباشر بعد. طبعا أكيد أكيد. طيب ممتاز. ممكن إحنا نمارس اليوغا عن طريق البرامج اللي تكون أونلاين؟ هو ممكن، لكن لازم يراعي شيء معين، الحالة الصحية، لازم يكون الإنسان ما عنده مشاكل صحية، وثاني شيء لازم نشوف القنوات اللي يمكن تكون لأسماء أو مدربين معروفين عشان نكون عارفين إنه هذا المدرب فعلا مؤهل. ويستحسن بالنسبة للمبتدئين ما تكون الحقيقة مشكلة إنه الواحد يبدأ من البرامج هذه، لأنه يتعرف على الوضعيات في البداية ويبدأ يثبت الوقوف، لأنه في اليوغا في دقة كثير في اصطفاف مثلا الوقوف أو في قوام الإنسان كيف لازم يكون، ففي تدقيق كثير على تعديل القوام. فبالنسبة للمبتدئين ممكن استخدام هذه البرامج، لكن في فترة كذا هيلاحظوا أنهم يحتاجوا توجيه مباشر إذا فعلا كانوا يبغوا يتقدموا. والحقيقة عندنا في المملكة صار في صالات ومراكز لليوغا مرة كثيرة، والكلاسات هذه موجودة، وحتى وقت لما صارت الجائحة وكان في حظر كان في كثير من المدربين والمدربات السعوديين قدموا حصص أونلاين، سواء كانت مجانية أو برسوم رمزية، فصارت متوفرة الحقيقة عندنا في المملكة في كثير مدن. طيب ممتاز. في حال أني أنا يعني عملت التمارين اليوغا هذه بس عملتها بشكل خاطئ، ما مدى الضرر اللي ممكن يصيب الشخص؟ والله في أضرار تكون بسيطة وفي أضرار ممكن تكون شديدة، لأنه محاولة الإنسان أنه يسوي الوضعيات المتقدمة أو اللي فيها وقوف على اليدين أو على الرأس بدون ما يكون حصل على تدريب في البداية ممكن تحصل فيها إصابات في الكتف، في الرقبة، يعني حاجات ما نتمنى أنها تصير، لأنها تكون إصابات صعبة شوية، وممكن يعني يكون الاستشفاء منها يأخذ وقت مرة طويل. فإحنا دائما ننصح أنه أوكي في البداية ابدأوا بالتدريج، ولازم يكون المدرب مؤهل، ولازم بعد كذا يكون في إشراف. إذا الإنسان يبغى يحترف أو يتقدم في هذه الممارسة لازم يكون في إشراف ضروري. طيب الأعمار اللي الواحد ممكن أنه يمارس اليوغا فيها، هل مفتوحة الأعمار كل أفراد العائلة؟
يعني المرأة، الرجل، الشباب، الأطفال، الحوامل؟ طبعا بالنسبة للأطفال تقسم إلى فئات عمرية. الفئات ما قبل 5 سنين يكون مجرد لعب أو 6 سنين. حتى الأطفال بعد ممكن يمارسوا اليوغا يعني؟ نعم، وفي لهم بطولات، يعني تبدأ أعمار الأطفال المشاركين في البطولات، وأنا كنت أحكم في بطولات البراعم والناشئين في دلهي من 7 سنوات تقريبا، وممكن يحترفوها، لكن تحتاج تدريب. بالنسبة للأعمار الصغيرة اللي من 7 و8 و9 سنين تحتاج إشراف مباشر، لأنه بالنسبة إذا كانت ممارسة فقط للصحة ولتحسين التركيز وتحسين التوتر والتحصيل عند الأطفال أو يعني تحسين النمو الاجتماعي ما في مشكلة، لكن إذا احترافية طبعا ونحاول إن إحنا ندربهم بشكل متقدم لازم يكون في إشراف متخصص ومباشر ويبدأ من عمر 7 سنوات. وطبعا الأعمار اللي أكبر ما يكون فيها مشكلة، يقدروا يتقدموا بسرعة وعندهم نشاط عالي وعندهم قدرة أفضل، يعني من فوق 10 سنين يقدروا يتحكموا في العضلات الصغيرة فيقدروا يمارسوا تمارين التوازن، أجسامهم خفيفة، تعلم عندهم سريع، عندهم مرونة عالية فيحترفوا بسرعة. أما بالنسبة للفئة من 18 لتقريبا نقدر نقول 40 سنة، هذه الفئة تقدر تمارس اليوغا إذا ما في مشاكل صحية تمنعهم من وضعيات معينة يكون الطبيب أو الأخصائي العلاج الطبيعي نصحهم إنهم ما يسووها، فيقدروا يمارسوا اليوغا. اليوغا متنوعة، وحتى كبار السن في يوغا لكبار السن، وللحوامل طبعا في دورات متخصصة تكون المدربة مؤهلة في تدريب الحوامل. فإحنا دائما ننصح بالنسبة للأطفال وبالنسبة للحوامل لازم يكون في شهادة وتأهيل متخصص للأطفال وللحوامل، ما يقدر المدرب العادي إنهم يدربون لأن المرحلة لها احتياجات خاصة، لازم يعني نوظف احتياجات المرحلة في التدريب. ممتاز ممتاز. نوف أو كابتن نوف، متى الوقت اللي جيت تقولين لي أنت يا وهيب لازم تروح تعمل يوغا عشان عندك الحالة الفلانية ممكن تتخلص منها، سواء كانت مرضية أو كان ستريس أو كان ما إلى ذلك؟ الحين تقدر تبدأ يوغا أي وقت، لأنه دائما إحنا في الحياة عندنا تحديات، يعني فترات عمل طويلة، ضغوطات، جلوس فترات طويلة ممكن يضر بعمودنا الفقري. طبعا هي الرياضة بصفة عامة تحسن من جودة حياة الإنسان وتحمي صحته العقلية والنفسية. يعني لا تنسى أنه إحنا طالعين من جائحة، يعني كثير من الناس حصل عندهم تغيرات اقتصادية، تغيرات في عملهم، تغيرات في البيت لأن الأطفال ما راحوا المدارس، هذه الفترة كانت ضاغطة. ودوليا يعني في كل العالم انتشرت مشاكل متعلقة بالصحة العقلية والصحة النفسية عند الناس، القلق، التوتر، اضطرابات النوم. هو شوفي الجانب النفسي، الجانب النفسي هذا بتحدث معه بشكل مفصل، لكن الجانب الصحي خلينا نتكلم على سلامة الجسم. يعني بعض الحين يقول لك لسلامة القلب وسلامة الدورة الدموية ينصح بالمشي، ينصح بممارسة الرياضة، هل اليوغا برضو تكون نفس الطريقة؟ طبعا أنا لأني أخصائية نفسية أشوف الصحة العقلية مرتبطة جدا بالصحة النفسية. ممتاز. لأنه لو صحتنا القلبية والدورة الدموية حصل فيها أي اضطرابات بيأثر حتما على الصحة النفسية، فالرياضة مهمة. إذا تبغاني أركز أكثر على الصحة الجسدية طبعا أكيد الرياضة بصفة عامة واليوغا بصفة خاصة تخفض من مؤشرات ضغط الدم عند الناس لأنها تقلل التوتر. ليش؟ لأن اليوغا خلال الممارسة تطلب تنظيم النفس، يعني أنت كل حركة تسويها لازم تسحبها بشهيق أو زفير، ففي حركة لازم تصير مع الشهيق وحركة تصير مع الزفير، وهذه من أهم الأمور الفنية في اليوغا وتسمى الفينياسا اللي هي حركة ونفس. فإحنا ضبط الحركات يعتمد على صحة التنفس عند الإنسان، يحسنها طبعا في المستقبل، بس بعد ما لما تيجي تمارس ويكون عنده درجات عالية من التوتر أو يكون مدخن أو يكون ما يمارس الرياضة لياقته ما هي كويسة يتعب في البداية ويتعب كثير، لكن بعد التمرين تبدأ تتحسن وتنتظم هذه العملية.
وهذه من أهم الـ 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 الأمور في اليوغا. وطبعا مش بس صحة الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، الجهاز الغدي، تخفض من مؤشرات السكر في الدم، تحسن من عملية النمو عند الإنسان إذا كان لسه في مرحلة نمو، أو بالنسبة لكبار السن لأنه يحصل فيه تدهور في الجهاز الغدي. أسلوب حياتنا اليوم ما هو صحي بالكامل، في كثير مشتتات. طبعا اكيد رياضه اليوغا تعتبر من الرياضات الترويحيه. ليش؟ لانها بعد الجلسه يشعر الانسان بالسعاده، بالهدوء، بالسكينه، بالصفاء الذهني. اكيد اكيد كابتن نافع، الواحد احيانا يروح يمارس الرياضه، بعد ما يخلص الرياضه يحس كذا بصفاء، يحس براحه، يحس بان الضغوطات راحت منه. كيميائيات الدماغ. هل اليوغا برضه نفس الطريقه تعمل هذا الشيء؟ طبعا، وهذا اللي اثبتته الابحاث، لانه الرياضه بصفه عامه تحسن من الاندورفينات ومن افراز السيروتونين هرمون السعاده عند الانسان. والاندورفين اللي هو هرمون الرياضيين، اللي هو بيسكلي يعني يحسسك بالم جسدي ونفسي وعاطفي وعقلي اقل. صحيح. ويحسن من المزاج ويخفض من الاكتئاب. لكن في ابحاث اثبتت ان اليوغا تشتغل كمان على نواقل اخرى زي القاطة، اللي هي تخفف الالم الجسدي وتخفف عوارض الاكتئاب وتحسن من مزاج الانسان بصفه عامه، السيروتونين، الاندورفين. فزي ما قلنا الرياضه بصفه عامه، في ابحاث على اليوغا بصفه خاصه انها تحسن كثير من صحه جوده حياه الانسان بصفه عامه، سواء جسديه او نفسيه. ممتاز. طيب كابتن نوف، انا ممارس للرياضه عادي، شخص عادي ومارس الرياضه بشكل عادي، اليوم تحمست يوم سمعت الموضوع هذا وأبغى أبدأ أمارس اليوغا، وش أول خطوة أسويها؟ أول خطوة أنك تبحث عن المصادر. طبعاً بس خليني أنوه على نقطة معينة، أنه رياضة اليوغا تعتبر داعمة ومحسنة للرياضيين اللي مارسوا رياضات أخرى حول العالم. انتشر كثير من أشهر ممارسي أو لاعبي كرة القدم صراحة يمارسوا اليوغا، لأن اليوغا تساعده مع التركيز، تحسن سعة التنفس فيقدر يجري بطريقة أفضل، تحسن من الريكفري من الإصابات اللي هو عملية الاستشفاء من الإصابات، وكمان تخفف من حدة الإصابات لما تصير بالنسبة لمناطق معينة من الجسم زي الكاحل زي هذه، لأنها تعطي مرونة أعلى للأربطة وللأوتار، فتخف حدة الإصابة لما تصير والريكفري منها يصير أسرع. طبعا احنا سوينا محاضرة عن هذا الموضوع في اللجنة السعودية لليوغا لكل الرياضيين عن أهمية اليوغا في عملية الاستشفاء والاسترداد الرياضي، إنه كيف اليوغا ممكن تساعد على الاستشفاء الرياضي بطريقة أسرع، تحسن من الريكفري حق العضلات، سواء إذا كنت أنت تمارس رياضة شديدة يعني هاي انتنسيتي مثلا، تكون عالية الشدة أو متوسطة الشدة، كيف اليوغا تساعدك في الممارسة. من هذا الأشياء اللي ذكرتها أنها تساعد العضلات على الاستشفاء وتحسن من الأداء الرياضي. فأول شيء نبحث عن المصدر، مين راح يدربني؟ اللي راح يدرب اليوغا لمدرب للاعب كورة غير اللي راح يدرب يوغا لشخص عادي ما هو محترف. فلازم يكون هذا الإنسان عنده باك جراوند في الرياضة أو التربية البدنية إضافة إلى اليوغا، أو يكون متخصص في العلاج الطبيعي ومتخصص كمدرب يوغا، فلازم يكون في تخصص جانبي. لكن لو كنت إنسان عادي تمارس الرياضة وتبغى تمارس اليوغا، ممكن تروح لأي مدرب يوغا ويستحسن أن يكون متقدم عشان يقدر يعني يدربك على حسب متطلباتك الجسدية. طيب خليني بسألك سؤال شوي كذا عميق، يعني بعض الرياضيين مثلا يخوضون بعض المباريات ولا بعض المنافسات ويخسر فيها، فيكون نفسيا يعني شوي كذا متحطم وكاره الرياضة وكاره اللعبة هذه، هل ممكن اليوغا تساعده زي ما قلت إنه تعمل له ريكفر، بدل ما يكون ريكفر للجسم والعضلات يكون لذهنه والجسمه؟ طبعا يتعرضوا الرياضيين لمشاكل نفسية مرة كثير، منها الصدمات هذه والأزمات النفسية. طبعا تستخدم اليوغا بشكل جدا واسع لعلاج الصدمات النفسية لأنها تحسن من المزاج وكيميائية الدماغ، بس أكيد حيحتاج متخصص يتعامل مع هذه الحالة. بس ممارسة اليوغا بصفة عامة ترفع من يعني من
تحسن مستوى المزاج، فتكون الأزمات النفسية اللي تظهر ما تكون شديدة جدا. طبعا في أبحاث كثيرة على هذه المواضيع، إن شاء الله راح في اللجنة السعودية اليوغا قريب نسوي محاضرة عن أهمية اليوغا لجودة الحياة والصحة النفسية، وحنذكر أجزاء من هذه المواضيع فيها. كابتن نوف، تكلمنا عن محاضرة إن شاء الله راح تتكلمون فيها عن دور اليوغا في زيادة جودة الحياة والبيئة. كابتن نوف معي، نبي ناخذ فكرة بسيطة بس عن المحاضرة هذه، ماشي ناخذ شيء حصري لجدد حياتك. هذه المحاضرة حتكون يمكن في سبتمبر أو أكتوبر، لسه ما حددنا التاريخ، وحيكون في متخصص من اللجنة السعودية اليوغا، هو أيضا متخصص في علم النفس العيادي واليوغا، فحيتكلم عن أهمية ممارسة الرياضة وبالذات رياضة اليوغا في تحسين جودة الحياة، في تحسين حياة الأفراد، في تحسين الصحة العقلية، وبالتالي كيف ينعكس هذا على بيئتنا ومجتمعنا وحياتنا. حتكون محاضرة يعني تقريبا ساعة ونص، حيكون فيها أيضا أثر مستجدات الأبحاث العلمية في الموضوع، فراح نعلن عنها أكيد على حسابات اللجنة ونفتح لها تسجيل. حتكون أونلاين عشان الكل يقدر يحضر من مناطق المملكة المختلفة. ممتاز. طيب كابتن نوف، خلينا نتكلم عن البطولة الدولية اللي شاركتم فيها. هذه البطولة كانت مفاجأة لنا لأنه ما كان في خبر عنها بوقت كافي، وكلمونا المجلس الدولي أنه في كذا اتحاد مشاركين، كان في 19 دولة من حول العالم بمناسبة اليوم العالمي لليوغا. والحقيقة عرفنا عنها يمكن قبل البطولة أسبوعين أو 10 أيام. من الدول المشاركة كانت فرنسا، بلجيكا، أمريكا، ماليزيا، إيران، تايلاند، إندونيسيا، الهند طبعاً، وسريلانكا وبنغلاديش، كثير دول. هذه الدول عندها اتحادات يعني سابق، عندها اتحادات سابقة لليوغا، يعني متمرسين في اليوغا من زمان. هو إيه، هذا هي يعني اليوغا الاحترافية ترى موجودة من سنين يعني طويلة. هو المنتشر عن اليوغا حاليا أنها اليوغا للصحة، اليوغا ما فيها منافسة، اليوغا هذه يعني مفاهيم مغلوطة، لأنه منذ نشأة اليوغا في كان أقدم كتاب كتب لليوغا 500 سنة قبل الميلاد، كان الكتاب هذا يذكر مواصفات المتسابقين. كانت اليوغا علم استعراضي، ولكن ما كانت تعتبر من الرياضات الرسمية اللي موجودة وقتها كرياضة تقليدية، يعني كان عندهم المارشال آرتس، ألعاب القوى، مسابقات معينة للفيلة. كانت اليوغا لها وضع خاص بسبب أنها يعني رياضة العقل والجسد، فكانت ما تدرب لكل شخص، لازم شخص يكون لائق لها، ولازم يكون مستعد أنه هو ينضبط. يعني هي اليوغا أساسها الانضباط، فإذا ما كان الإنسان راح يستمر ما يدخلوه، فكانوا يعتبروها رياضة محترمة جدا ويدربوا عليها فئات قليلة جدا. فكانت موجودة، ومن عام 1912 رجعت للشارع الهندي، رجع كان في ماستر اسمه كريشنا ماتشاريا كان يستعرض، ورجع اليوغا للشارع الهندي. وقتها كان في الاستعمار البريطاني في الهند، وبدأت من وقتها تنتشر وصار لها اتحادات وكذا. طبعا احنا نتحدث عن تواريخ موجودة. قديمة جدا كابتن نوف. قديمة، هي رياضة قديمة عمرها أكثر من 5000 سنة، لكن اللي منتشر اليوغا اللي هي للصحة، اللي هي الهاتا يوغا والممارسات هذه، والناس حبوها وبسيطة وتمارس في أي مكان وغير مكلفة. طبعا حمستيني، حمستيني أني أكون مثلا أن مثلا شخص مثلي يقول أنا أبغى أصير مدرب، كيف أقدر أكون مؤهل للتدريب؟ في كثير الحين عندنا مراكز هنا في المملكة تدرب مدربي اليوغا وتأهلهم، وطبعا في كثير الحين يعني طلب على هذه الاشياء. نحصل على شهادات معتمده منها؟ اي والشهادات حتكون ان شاء الله، حيصير في تنظيم معين من وزاره الرياضه لكل الرياضات من ضمنها اليوغا، حيكون في اشتراطات تنزل قريب هذا الشهر للمعلمين واعتمادات،
للمدربين للمراكز وكذا يعني، فراح تكون منظمة بشكل أكثر ومتوفرة في كل مناطق المملكة. إحنا طبعاً أطلقنا مبادرة في اليوم العالمي اليوغا في 21 جون اسمها استثمر في اليوغا، مع إطلاق منصة نافس الخاصة باللجنة السعودية اليوغا على موقع وزارة الرياضة، لتشجيع الاستثمار في اليوغا عشان تكون موجودة في كل مناطق المملكة. الكل يقدر يمارسها، الكل يقدر يعرف كيف يقدر يفتح صالة يوغا وتكون متوفرة لجميع الناس للمجتمع بشكل كبير. ممتاز. طيب ذكرتي وزارة الرياضة، حدثيني عن دعم وزارة الرياضة لليوغا. الصراحة وزارة الرياضة تدعمنا بشكل مرة كبير، ومجتمع اليوغا كله سعيد الحقيقة بهذا الدعم، وبتأسيس اللجنة أصلا جاء كخبر مفرح لجميع ممارسي ومدربي لرياضة اليوغا، لأنه كانوا يشعروا أنه يمكن هذه الرياضة على أهميتها وانتشارها الكبير في المملكة مهملة. وبعدين في نقطة مرة مهمة، إحنا في دول الخليج يعني من ضمن دول الخليج يعني الدولة الوحيدة اللي أكثر ممارسيها ومدربيها من السعوديين وليس المقيمين، عكس الدول الأخرى اللي انتشر فيها أكثر يعني بين المقيمين والمواطنين ما هم كثير يقبلوا عليها في دول الخليج الأخرى، لأنه ما في توعية كافية. إحنا عندنا كثير مدربين ومدربات سعوديين وعشاق لهذه الرياضة، هم بنفسهم قاعدين يروجوا لها وينشروها في المجتمع، وفي جهود جبارة من كثير يعني الأشخاص هذول، وبالذات بعد الحين لما شاركنا في البطولة وفاز من عندنا لاعبين سعوديين كان له صدى جدا كبير في مجتمع اليوغا. صارت تجينا طلبات كثيرة يبغوا ينضموا كلاعبين، يبغوا يتدربوا كمدربين. حنطلق الآن مبادرات مع اللجنة، ندرب حكام، ندرب مدربين، نفتح مراكز تدريب إن شاء الله. طبعا للنساء وللرجال عنها. طبعا طبعا أكيد أكيد. إحنا في البطولة عندنا لاعب فاز ولاعبتين. الحقيقة ما كنا نتصور إنه إحنا ممكن نوصل يعني للمرحلة في مراكز هالي على 19 دولة. إحنا أخذنا 4 مراكز. اللاعب حسن حصل على ميدالية برونزية، وحصل على المركز الرابع في فئتين. فئة اليوغا الاستعراضية حصل فيها على الميدالية البرونزية، وهذه صعبة الفئة ترى. وفي الأسامة التقليدية حصل على المركز الرابع على 19 دولة، واللاعبة مروة حصلت على المركز الرابع في الأسامة التقليدية على مستوى العالم، واللاعبة شيخة حصلت على المركز الثالث على نفس الفئة العالم طبعا. فكان مفاجأة لهم بالاتحادات الأخرى أنه أنتوا السعودية الآن أكثر الاتحاد، ويعني فزتوا في 4 مراكز ما شاء الله تبارك. كيف قدرتوا توصلوا للممارسين زي هذول ما شاء الله المبدعين، وقدرتوا تطوروا منهم تخلوا يوصلون للمراكز هذه؟ طبعا هذول كانوا يمارسوا اليوغا، يعني اللاعبة مروة كانت تمارس اليوغا من 2017 وصارت مدربة وبدأت تشتغل على نفسها، حتى أنها سافرت الهند وتدربت في الهند. اللاعبة شيخة طبيبة، يعني إنجاز رائع أنها تكون طبيبة وعندها وقت أنها تحترف رياضة زي اليوغا، يبغى لها صبر يبغى لها تدريب. فهي درست اليوغا وبدأت تمارسها أيام الجائحة وقت الحظر، وبدأت تشتغل على نفسها واحترفت، يعني تدربت في مركز من المراكز في الرياض. مروة الحقيقة يعني أنا شخصياً دربتها 2017، وحسن برضو كان العام الماضي درس دورة تأهيل المدربين أعتقد، وبدأ يشتغل على نفسه واحترف الرياضة بشكل مرة سريع، حبها. وكانوا يعني هم مستواهم متقدم، فإحنا كل اللي سوينا أنه إحنا في الأسبوعين هذه قدمنا لهم نصائح مع مستشارنا الفني، وأشرفنا على إيش راح يقدمه، لأنه كل واحد كان لازم يصمم له شيء. يعني هو في الفئة اليوغا الاستعراضية لازم تصمم رقصة، لكن في الأسانة التقليدية الاتحاد يجبرك في كذا وضعية أساسية، وفي وضعيتين اختيارية متقدمة لازم أنت تقدمها، ولازم يكون في وقت للثبات في الوضعية. يعني هو كان لازم يثبت الإنسان في الوضعية. يعني اشتغلتوا عليهم يعني بشكل مرة كبير. أيوة. وشكل مرتب. كابتن نوف، يعني احنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، صراحة الحديث جدا ممتع معك،
وصراحة أنا الموضوع قاعد يدور في بالي كثير، وراح إن شاء الله أكون من ضمن الممارسين. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في انتشار هذه اللعبة بشكل جميل وبشكل صحيح، وأيضا نتمنى لكم نتائج كويسة في الاتحاد هذا الجديد. وأتوقع أن بعد نهاية الحلقة لازم يكون في جلسة يوغا بعد المجهود اللي بذلنا اليوم إن شاء الله بإذن الله. كابتن الكابتن نوف المروعي، رئيس اللجنة السعودية اليوغا ونائب رئيس اتحاد آسيا اليوغا، كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك.